بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه رسالة بين أيدينا قيمة لإمام علم ومحقق مدقق، ألا وهو العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أرسلها إلى أحد إخوانه، أتى فيها رحمه الله تعالى على جماع النصيحة وزمام الموعظة ومهمات ما ينبغي أن يذكر به المسلم، ولا سيما في باب الإخلاص لله جل وعلا في الأعمال والمتابعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، والذين عليهما قيام دين الله، فلا قبول لعمل إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، مع بيان خطورة الشبهات والشهوات وعظم ضررها على الإنسان إذا بلي بها، وبيان كيفية السلامة منها، وكيف يكون الإنسان مباركا في حياته، وجعلني مباركا أينما كنت، كيف تكون البركة في حياة الإنسان، وكيف يصبح إماما للآخرين، إلى غير ذلك من الوصايا المهمة العظيمة التي نحتاج إليها جميعا، تعلما وتذكيرا وعلما وعملا. فبادئ ذي بدء نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هيأ ويسر لنا هذا المجلس مع هذه المواعظ والوصايا العظيمة النافعة، وأسأله تبارك وتعالى لنا أجمعين أن يوفقنا لأن تعي قلوبنا هذه الوصايا العظيمة، ولأن نعمل بها فنسعد في دنيانا وأخرانا. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل، مستمنحين منه المد والعون والتوفيق. بسم الله ما شاء الله، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجريات ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل
ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله ألا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. نعم.